لا الألفاظ والمباني، لأن اللي ما يهمش الكلمات إنما الحقيقة كده. أنتوا أهل الحقيقة، فبيقول إن التمهيد الرابع ده في إيه؟ في مناهج الأدلة التي استنهجناها، يعني التي اتبعناها في هذا الكتاب. إيه يعني مناهج الأدلة؟ أنواع الاستدلال اللي بنثبت بيها القضايا والأحكام الذي يتضمنها كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ويتضمنها علم الكلام. نحن قلنا هو بيتكلموا اما كلام عام يعني عن العلم او كلام خاص عن علم التوحيد في هذا المؤلف. في اشياء في الحقيقه مفهومه لكل من ينظر في علم الكلام او في علم التوحيد أو في علم العقائد، يسمونها الاقتصاد في الاعتقاد. أول حاجة، أما في الحقيقة هتلاحظ إنه ذكر ستة أشياء، هي عبارة عن طرق الاستدلال في هذا العلم أو في هذا الكتاب. هذه معنى المناهج، وهو منهج يعني طريق أو طريقة، طريقة للوصول إلى الحقيقة، إلى الأحكام الشرعية الاعتقادية. لا احنا قلنا الكلام لا صدقني حضرتك كنت حاطط حاجه في دماغي ايه؟ لا صح دي احنا قرينا لا انا بكتب عليكم طيب يا مولانا خلينا في التمهيد التاني طيب حاضر خلاص انت عايز الجد الكلام ده هو اهم لكن هلخص اللي فيه الكلمه الثالث انا كنت بسيب التمهيدات الاربعه واخش في الاحكام المباشره على طول اثبات الذات والكمالات بنفسها طيب احنا عرفنا الاثنين الاوائل ايه هو العلم وبعدين مرجع يعني مطلوب في الدين ولا لا؟ انتهينا من الدين، نعم مطلوب، لكن مطلوب في اي مستوى؟ بحيث انه فريضه على كل مؤمن؟ رياضه علم التوحيد؟ ولا ايه؟ ولا حرام؟ انتهينا من حكايه حرام وحلال. جائز ومطلوب. لانما المطلوب كما سمعت في الاحكام الخمسه مطلوب بتشديد يبقى فريضه. مطلوب يعني تشجيعا يعني اختصار الكلام يبقى سنة مستحب وكذلك المنهي عنه إذا كان منهي عنه على وجه التشديد يبقى حرام وإذا كان منهي على وجه التنزيه يبقى مكروه مش حرام واضح يا مشايخ أنت ما كانش ده ولا ده والله هذه أحكام الخمسة وعرفنا كمان أنها سبعة من الأحناف وهي هي بس تخصيص يعني أو تفصيل طيب اللي معانا ده اللي هو النظر في كتب الكلام أو تعلم علم التوحيد
أو طلب هذا الفن على أي مستوى هو بيبين أحوال الناس. إنما بوجه عام أقول لك فرضك يعني إذا قام به بعض المسلمين سقطت المسؤولية عليهم. إذا قصوا أثموا جميعا. يعني هو مش سهل حكاية فرض الكفاية. ينحط الاسم جميع أفراد الأمة. وحكاية الكفاية يعني أن يقوم به من العلماء من يكفون لتحقيق الغرض الشرعي. الكفاية جت من هنا. مش كفاية يعني زي يدك فرض عين على كل واحد. لا فرض كفاية. يقوم به ثلاثة أربعة يبقى خلاص لا. لازم يكون بالعدل والكفاءة التي تنهض بالمقصد الشرعي. احنا مقصدنا الشرعي هنا ايه؟ وصول الدعوة الإسلامية والعقيدة الإسلامية إلى العالم كله. لأن هذا دين لم ينزل للمسلمين أو العرب، لما نزل لكل البشر كافة في كل الأجيال في كل الأقطار. فإذا قام من المسلمين العلماء الذين يعرفون العقيدة الإسلامية بأدلته نمرة اثنين يستطيعون الدفاع عنها برد الشبه حماية المسلمين من الفتنة من ناحية وتبليغا للدين إلى غير المسلمين من ناحية إذا كانوا بالوضع الذي يكفي عددا وكفاءة يبقى الأمة بريئة. إذا لم يكونوا كذلك زي ما هو اليهودي في الحقيقة إما أن يكون العالم أقل من المطلوب وإما أن يكون الكفاءة ليست على مستوى. ولذلك الإمام الغزالي يقول في كتب ثانية له إن عندئذ الناس الذين لم تبلغهم الدعوة الإسلامية بصورة مقنعة معزولون. والأمة الإسلامية هي المسؤولة والناس. وتأسم كلنا. أولا كلنا لأنه واجب الأمة زي ما قلنا إنها تختار من أبنائها الأذكياء وتقوم بحقوقهم. التعليم الإسلامي منذ بدء حاجات كثيرة. فالأمة توفر لهم احتياجاتهم الأصلية ليعيشوا ويأتوا العلم. وده اللي ربنا قاله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يعني مش فرقة كل المسلمين يسيبوا أعمالهم ويطلبوا العلم ويخشوا المدارس الدينية. وإنما يكفي أن تنهض بذلك طائفة. ولكن طائفة كافية لتحقيق الغرض الشرعي. إذا كنا نتكلم في الفقه يبقى يكون فيه مفتين يفتون الناس في أحكام دينهم في الحلال والحرام. وإذا كنا نتكلم في العقيدة يبقى يجب أن يكون من العلم والقدرة على الرد زي ما قلنا في ابتدائي العام راسخ في دينه ومتمسك به لكن لا يستطيع الدفاع عنه. ما يجيبش واحد عارف من القرية عشان تتصدى للقصص والملحدين وبندكت وأمثال. لابد من أن يكون على نفس المستوى من العلم. عشان ده شيء واضح. يبقى فرض كفاية بهذين المعنيين تقيم الأمة من أبنائها وتعلمهم على مسؤوليتها وتبعث بهم لتبليغ الدين والإنذار والإشارة لمنذركم في القدم الثالث والمستوى المطلوب.
فهو كده اللي طلب علم التوحيد بمعنى معرفة العقائد واجب جميل، لكن معرفة العقائد بأدلتها مش كل الناس تقوى على هذا. نمرة اثنين، معرفة الشبه والرد عليها أيضا دي مهمة ثالثة. فإذا اشتركوا جميعا في الأولى عشان يكونوا مسلمين فليسوا سواء في الثانية ولا في الثالثة، وتكليف الكل بهذا يبقى من باب المشقة، وربنا رفع المشقة في هذا الدين عن المسلمين والحرج. ماشي؟ إذا هو فرض كفاية بهذا المعنى، ودي خلاصة الكلام اللي هناك. بس قال لك إذا كان في واحد عام مش مطلوب، إنما إذا وقع في فتنة أو اشتبه عليه أمر يجب عليه عندئذ أن يطلب الحق من العلماء الذين نهضوا بهذا. يبقى العامي إمتى تجب عليه؟ في بعض الأحوال، لأنه دلوقتي لما واحد يفتح إذا كان يعرف القراءة والكتابة والنسخ في مشاكل كثير وهجوم على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام، فربما قتل في دينه أو خالطه كف أو تساؤل. لازم يساوي، هو مش هيقدر يجهد. إذا بيطلب برضه بعض الأحكام الاعتقادية ولكن عند الحاجة، وبيقول إنك أنت ما تجيبش واحد مستغني وسليم الصدر وقوي الإيمان وتقعد تدخله بلاش خالص. هذه كلام مش عارف يعني أنتوا إذا لقيت حاجة غير كده أو كلمة غلط أو حاجة فأنا أصححها. هو الكلام ماشي في البتاعة دي، بس في عندك في السطر الثالث من صفحة 10 بيقول إن الراجل يعني إحنا لسه كنا بنقرا دلوقتي يا شيخ، فكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده. ترتيب يعني العلماء اختلفوا فيه، ينفع ولا ما ينفعش، والتوضح يعني تردد وشك. انما اذا اقتنع عن يقين في الغالب بناء على برهان يبقى ضبطه ابعد من الشبه والفتن. طبعا الفتن تعرف منه اي واحد يفتن، لكن العالم ابعد عن الفتنة والجاهل عضة. هذه إيمانه لم يخطر من تبديل. النقطة اللي احنا فيها أنا عايز أرسم رسمة صغيرة عشان توضح المقصود. ما فيش هنا حاجة نكتب فيها. الأحكام الخمسة الأحكام هنا ثلاثة زي ما يجب، واجب وجزم مستحيل. طيب، طرق استدلال مناهج الأدلة معهم، لحتى لغاية دلوقتي بعض البلاد العربية يقول نهج يعني طريق شارع، نهج جبل عبد يعني شارع الأدلة. طيب، كيف هم؟ أولاً ستة وبعدين هنيجي نقسم تقسيم تاني
لان احنا نقول ان الفنتاج تركب علمين كده مع بعض كذا زائد كذا توصل لنتيجه. كانت موت فضار كده يعني ايه؟ النتيجه يعني بحيث ان كذا وكذا عشان يبقى لازم تقبل النتيجه المتقدمه عليك. صح؟ فعندنا ثلاث طرق بس الدليل قلنا حاجتين. علم اولاني وعلم ثاني او قضيه اولى وقضيه ثانيه. يعني لما العالم حادث وكل حادث يحتاج لمحدث. بدل ما حصلش من تلقاء نفسه عايز خالق يخلقه ومحدث يحدثه او صانع يصنع ماشي. فبناء على الاثنين دول طيب ايه اللي يقنعنا بان العالم حادث؟ من اين اتاكد من صحه هذين وما اشكش فيهم؟ ده مبحث ثاني بقى اللي هو كيف نفتقد شيئا اصلا ونستنتج منه حاجه ثانيه. انتوا معايا حضرتك؟ فده هيجي يقول ايه؟ اصول الادله. لكن احنا لما بنتكلم في طرق الادله تفرق. معنى اصول يعني سيدي يعني على اي اساس تقبل هذه الاحكام عشان النتيجه المترتبه عليهم تبقى صح. اذا كانت دي مظبوطه ودي مظبوطه وانت مسلم بيها يبقى لازم تقبل دي ايضا. ماشي الكلام؟ ما دام دي لازم دي يبقى النتيجه لازم على الاثنين. لكن من اين اتعرف صحه الاثنين دول؟ دي بقى للبحث تاني. انتوا معايا؟ لكن دعنا دلوقتي نعرف الاولان بنركب الادله ازاي وايه الطرق بتاعتها. فهو بيقول اول حاجه اسمها التقسيم. او ساعات يقولوا الصبر والتقسيم. صبر يعني ايه؟ يعني فحص. حتى اللي بيعرف كيمياء يعرف ان في حاجه اسمها الاسبار. يعني تحطه كده تعرف به حراره البرودة العمق ولا لا الى اخره اسبار. يعني الفحص. وبعدين لما تفحص الحاجه تقسمها. يعني واحد يقول مثلا الانسان اما رجل واما امراه. حيوان مفيش حد غير كده. او لكن لما يجي واحد بقى يقول الانسان اما عربي او هندي او انجليزي. والله لسه في حاجات ثانيه. ففي خطر ان بعض الاقسام ما يجيش. يسموا الاولانيه قسمة حاصره او منحصره. يعني كله هنا ماشي اللي يريحك قول والله الانسان اما عربي او غير عربي. صحيح يبقى كده انت معايا؟ لكن اقول عربي وهندي وانجليزي وامريكي ثم لسه في فرنساوي في المركب في افريقي. صح؟ نعم. دي القسمه المنتشره يعني غير المحصوره او غير المنحصره. انت معايا حضرتك؟ فادي الخطر بتاع الطريقه الاولانيه صبر وتقسيم. تبص للحاجه وتفحصها كويس وبعدين تقول في الاقسام اي سؤال انا مرحب به في الحال. نعم ما سمعناش. بعد ما تفحصها تقول الاقسام اللي تجمعها كلها. انما تقول البعض وتسيب البعض يبقى الدليل غير مقنع. ليه؟ لان احنا بنمشي ازاي في الدليل الاولاني ده؟ لما اقول ان العالم مثلا اما قديم واما حادث. يدا احتمالين لكنه ليس بقديم واجد دليل على كده. يبقى النتيجة مترتبة على طول ايه؟ إذا فالعالم حادث. يبقى العلم الثالث ده ترتب على العلمين الأولين. صح؟ فهنا لأن ما يقولوش على كده. أي بقى إيه؟ هو إذا حادث يعني إيه؟ يعني سبق عدمه وجوده.
إنما القديم أو الواجب زي ما عرفنا قبل كده اللي يستمد وجوده من نفسه، ولذلك لا يتخيل العقل معلومة، وده حاجة واحدة ومن ذات الإله، لأنه يستمد وجوده من ذاته ومستغني عن كل، بل الغير هو اللي يستمد وجوده إليه. إنما العالم حد ذاته ممكن، والذي أوجده ونقله من الإمكان إلى الأصول هو إرادة الله وقدرته. ماشي الكلام؟ فده يخرج عنه، لكن إذا أثبت لي إنه هو مش قديم يبقى أمر حاصل. لكن زي ما قلنا إذا واحد يجيب قسم منتشر وينسى بعض الأقسام يبقى الكلام ده مش موجود. بعد شوية يطلع واحد يقول لا ده في رمضان انت ما جبتش سن، يبقى كان الكلام باطل. مسألة علمة تتفهم، ما فيش أي كلام. السبب والتقسيم هذه واحدة من الستة. طب والثانية إيه؟ الثانية دليل عندهم ممكن نسميه القياس. ما في الطريقة المنطقية إن إحنا بنقول الإنسان مثلا حيوان، يعني كائن حي، مش حيوان يعني مش حيوان، كائن حي، مش جماد زي العروس، في حياة، في حساسية وفي شعور، يعني نمو في تغذي من داخل خصائص الكائن الحي. وبعدين حيوان مش كائن حي فقط، ثم السمكة والطير في السماء والبهائم على الأرض أحياء، لكن ما عندهم عقل. يبقى حيوان ناطق، ناطق مقصود إيه؟ العقل والتفكير مش الكلام. يبقى حيوان ناطق وعلي أو إبراهيم أو طارق أو فاطمة أو إلى آخره كائن حي، وهو مفكر ويفهم إما هو إنسان ولا لا. إذا نتيجة العلمين دول فلان مثلا حيوان ناطق، يبقى آخذ من النتيجتين دول إنه فلان ده إنسان، ما دام ثبت الثنائية الأولى ثبت الثنائية الثانية يبقى النتيجة المترتبة لازم ما تفرقش الحق. إذا فرقت بقى يبقى مكابرة، مكابرة يعني جحد الحق، يعني أن الكبر، وهذا هو المعنى الحقيقي للكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. الكبر جحد الحق وغمط الناس، تعالى عليهم ينسى حقوق الآخرين أو من هو أفضل منه. هذا الكبر الحقيقي، مش يلبس كويس ولا ملاش ولا مش كده المكبر، وجحد الحقيقة لازم يقطع للحق. هذه المؤمن، وإلا ممكن يكمل في أصل الدين والعياذ بالله. هو ده شأن المتعنتين، ينكر الشيء وهو يعرف. الثالثة يبدا اسمه دليل الايه؟ القياس. بقيس حاجة على حاجة ومشي الحكم العام للإنسان على التفاصيل بقى، علي وفاطمة وإبراهيم ومحمد. ليه؟ مش تحكم، لأنه يتحقق في نفس المعنى المراعاة في الأول في الحكم الأول. ماشي يعني القياس هو منطق مبني على حاجتين، كيف تبني تعريف تعريفات الأشياء بمعنى بطل، بمعنى الإنسان زي ما قلنا دلوقتي كائن حي زي ضغط كتير، تعريف الأشياء المفردة أو الحكم عليها. لكن الحكم عليها كده تحكما ولا بدليل؟ بدليل دي هو القياس.
انت طبعا بتاخذ موضوع الشطاره في كذا تحسبين المنطق. الثالث اسمه دليل الغلب. خلف يعني الغلب، يعني انا ما اجيش للقضيه اللي انا عايزها مباشره واثبتها زي ما حصل في الحالتين اللي فاتوا، السبب والتقسيم او القياس. انا بثبت اللي انا عايزه مباشره، لا انا هروح للعكس وبين بطلان، يبقى الثانيه صح، يعني استدلال بس بطريقه ايه غير مباشره. تسميه دليل العكس ماشي، دليل الخلع ماشي، سموه دليل الخلع يعني العكس المخالف للمذكور. فانت بتقول اذا كان العالم ايه، انا عايز اثبت حدوث العالم لكن هثبت عدم قدره، فصح منه ايه؟ انه عادي. اذا انا اثبتت القضيه الثانيه فهو بالضروره قديم. فهنا انا ما بروحش للحاجه اللي انا عايز اثبتها مباشره، انما بروح لعكسها. الكلام ده دقيق يعني مش بالظاهر، انت عرفت الفرق بين الضد والعكس او النقيض. الضد لا يجتمعان احمر وابيض مع بعض من قيد، انما لا احمر ولا ابيض بان يكون اخضر الجايز، فده يقول عليه الضاد او الضد. لكن اللي هو لا يخلو منه شيء، يا اما كده يا اما كده ماشي، ده النقيض. يعني لما تكون احمر او غير احمر، لان اخذت كل الايه؟ ما سوى الامراء صح؟ اللي هو التقسيم السليم اللي هو عليه. اوكي، فاذا انا افترضت واحد منهم صح الامر والعكس صحيح. يا ولدي يبقى الدليل الاولاني بتاع التقسيم والثاني بتاع القياس المنطقي عرفنا اللي هو ايه؟ والثالث هو دليل الخلع. ماشي؟ طب ايه الرابع والخامس؟ مش حاجه في منتهى البساطه. بس انا هقول يمكن كلمتين في الصفحتين دول يتصلحوا. عندك المنهج الاول الفقرة الأخيرة من صفحة 10 مش كده؟ هو السبر والتقسيم من السير من السبر والتصبر يعني فقط ومش بارد تفضل يعني معيار تفحص فيه الأشياء سبر والتقسيم وبعدين يكتب قصادها زي ما قلنا السبر والتقسيم عنوان وبعدين تعالى بقى للسطرين الأخيرين من نفس الصفحة واكتب قصاده القياس المنطقي وبيكمل في الصفحة اللي بعدين وبعدين تعالى في السطر الثاني من صفحة 11 يستفاد لا يمكن أن يستفاد إلا من علمين هما أصلان احنا شوفوا إيه؟ قضية قضية ولا ابن دي وابن دي لازم بقى يبقى التالتة هما أصلان ولا من كل أصلين من صح حطها في معقوفتين كده عشان يبان إن هي مش في النص ولكن لابد منها ماشي عرفنا ثلاث حاجات لدلوقتي تقسيم وبعدين قياس وبعدين خلع الستة دول دليل الخلع وبعدين عندك الصفحة اللي بعديها بس عايز أكمل التصويت الصفحة الأولى في عندك المنهج الثالث في السطر الثاني بأن لأن نبين أنه مفضل، أظن واضح كلمة مفضل يعني مؤدي إلى و وتيجي بقى في السطر الرابع من تحت
متوقع من كلمة باستحالة مذهبه المفضي إلى هذا المحال نقطة نقطة مش فاهم فقرة جديدة فيها إيه؟ فهذه الثلاثة اللي هي اسمها التقسيم كاس المنطقي والكاس الخلف مش معايا هذه الثلاثة فهذه ثلاثة مناهج مش ثلاثة طب ايه ايه القاعدة؟ القاعدة في مثل هذا عشان تعرف انك انت تأنس ولا تفكر تبص للمفرد اذا كان المفرد مؤنث بالمفرد تقول ثلاثة لان في ما بين الثلاثة الى التسعة على العكس عكس المعدوم مش انت عارفين القواعد في النار ثلاثة ميتين انما اذا كان المفرد مذكر يبقى لازم نقول ثلاثة فدي مناهج مفردة ايه؟ منهج ده مذكر ولا مؤنث يبقى لازم نقول ثلاثة غلطة من المنبعجي مش من الإمام الغزالي فهذه ثلاثة مناهج في الاستدلال جلية مش عارف الآخر وبعدين تعالى قصاد السطر الرابع ده اللي احنا فيه اكتب معنى الدليل السطر التحتي وجه دلالته إيه وجه دلالة الدليل على المطلوب عشان يبقى معانا في نفس القضية وجه دلالته وبعدينها سواء السطر الأخراني أو تخليها للسطر الحكاية هيتكلم الإمام الغزالي عن ثلاث حاجات أن معنى النظر ومعنى الفكر ومعنى الطلب معايا إيه معنى إن أنا أفكر وإيه معنى إن أنا أطلب الحقيقة وإيه معنى إن أنا أنظر مش إحنا شفنا الدليل مكون من حاجتين لما نجيب الحته الاولانيه دي نجيب عليها العالم قابسون ماشي يبقى انت كده ابتديت تفكر ولا لا؟ ايوه لكن لما تركب معاها واحد ثاني يعني تطلب ايه؟ الدليل او الحقيقه من ايجاد وتحط معاها كمان حاجه زي كده وهي وكله حادث لا بد له من محدث ومحدث هو الله تعالى صح؟ يبقى هنا ابتديت التشرف الى طلب العلم الجديد سوف تستخلصه من هذين اللي بيوصل الاولانيه هو الحكايه الفكر اللي هو ترتيب معلومات قديمه انا بحاول اهرب من الكلمات الرسميه مو نفهم ترتيب المعلومات القديمة للتوصل إلى معلومة جديدة هذه فكرة فما دام جبت حاجة لكن أنت بقى مش أنت بتحط معلوماتك وبعدين بتطلب حاجة جديدة أيوة مش كده؟ توجيه طلب لأن كل تشغيل مختلف ولو بحاجة واحدة لكن بعد كده عشان تتشوف وتتطلع إلى معرفة معلومات جديدة هو طلب العلم طلب الحقائق الكلام ده كده ماشي ولا لا؟ ماشي اللي يوصل الاثنين معا هو ده مفهوم النظر مش بيقول لك ايه؟ والقرآن يأمر بالنظر نظر يعني كده مش أي تفكير تفكير يوصل لنتيجة يبقى النظر العملية كلها إنما الأولانية وحدها هو تفكير طبعا كله تفكير ولكن لما تطلع الى معرفه شيء يبقى دي طلب يبقى هو متعلق بالثاني انت معايا؟ ولكن بيبص للاثنين معا يعرف مفهوم الايه؟ النظر الديني في الحقائق افلا ينظرون الى الابل دي مكرره في القران كثير النظر والتامل والتفكير والانتظار فلو كتبت الثلاثة دول في بعض أو كان في بعض عند أول صفحة 12 هتلاقي الإمام الغزالي في هذه الصفحة أولها بيتكلم عن الثلاثة دول إن الناس اختلفت حكاية الفكر والنظر والطلب والحكاية من أبسط ميول الأولانية هو الفكر والثانية هي الطلب
شوي اثنين مع بعضهم النظر الشرعي او العقلي. معايا حضراتكم؟ وده بنعتبره منهج الاستدلال. وبعدين هنحاول نصلح كلمات ونكمل يعني. فهو بعد كده بيقول في السطر الرابع من هذه الصفحه: وقال من التفت الى الامرين جميعا. عرفنا الامرين الاولانيه والثانيه، الزمن الاولانيه الحب والثانيه والاثنين عشان نوصل للنتيجه في عمليه النظر التوصل الحق. طيب، وقال من التفت الى الامرين جميعا انه فكر. ده هو قال الفكر دي قبل كده، الاولانيه فكر. اذا الاثنين مع بعض فكر ما تنفعش، دي غلطه قطعا. اشطبها واكتب عليها النظر. هو ده النظر اللي هو تاخذ الامرين جميعا. ماشي؟ ده صفحه النظر. صح، كلمه انه فكر صفحه النظر. انه نظر. لابد يبقى بدل كلمة جميعا إنه الفكر جميعا إنه النظر. إنه النظر. وبعدين خليك معايا بعد كده بأربع سطور ثاني كمان. أيوه. السطر اللي أوله: لا تشفي ضليل طالب. طالب يعني طالب الحق لا يستقر ويتنه قلب. لا تشفي ضليله. ولا تسكن شكل أحسن. ولا تسكن نهمة متعطش. فلان منهوم يعني، ما زال يطلب. ويأتون حديث يقول منهمان لا يشبعان. لا يشبعان. طالب علم، طالب دنيا، طالب اشتغل في البزنس، لا مش عايز مليون الاولى ولا يحط مليون على مليون ويعدل كده بطبيعة الأمور. إذا كنت ذا ظروف، وهنا برضه اللي بيطلب العلم الحقيقي يشعر بجهله، بمدى جهله المناطق اللي هو مش عارفها. إنما الجاهل أهو مش عارف. هذه النهمة اضبطها وشكلها. وبعدين في نفس الصفحة الفقرة قبل الأخيرة اللي هي فإن قلت غرضي كذا، معايا؟ آخر سطر فيها يقول لك: والعجب ممن لا يتفطن لهذا ويفرض الكلام في حد النظر مسألة خلافية. ده مش عنوان ولا حاجة، ده تكملة الكلام. طب إيه اللي خلاه حطه؟ كمل الكلام وبعد كده مسألة خلافية، لأن لابد منها، ده مفعول به. يفرض الامر ويفتكر انه مساله خلافيه، لا ده شيء لابد منه. خلافيه ايه؟ ومعايا؟ نعم. الكلام ده عامل المطبخ. المطبخ. بعد المساله الخلافيه تعمل خط يوصل الكلام ببعضه، وهنا ما فيش فقره ولا بتاع. يفرض الدين مساله خلافيه، واللي هو ايه النظر والفكر كده كلها بسيطة زي ما قلنا في كلمتين. زي ما قالها الإمام الغزالي. وبعد كده ويستدل بصحة واحد من الحدود. كلمة الحدود يعني تعريفان. الحق والتعريف. يستدل موقوت التعريف صح. بس ده زي ما قلنا الأولانية وده الثانية والنظر والنظر الاثنين معهم. فمن الخطأ والخطر اعتقاد ان في واحده بتقول غلط والثانيه صح، لا كل واحده صحيحه في بابها ولا خلاف ولا حاجه. ده اللي عايز يفهم، مش زي يمشي ورا الكتب زي ما هو قايل قبل كده.
تلف تلف وترجع للكلمتين اللي انت قلتهم. انت ما تنساش حاجه. في النظر والطلب، في الفكر والطلب والنظر. ماشي يا مشايخ. ربنا يجعلك فيك التوضيحات اللي حضرتك عملتها. وبعدين هنا بقى بيتكلم او بيقول اذا كانت الادله دي او المناهج دي قلت سته المناهج الاساسيه ثلاثه حتى اللي يقرا منكم في اي كتاب توحيد كبير شويه من كبير أسباب العلم للخلق مش بالنسبة لله لا ده علم ذاتي قديم ملوش أسباب ولا مناهج ولا طرق ولا تدبير وإنما أسباب العلم للخلق ثلاثة الحس السليم أو الحواس السليمة والعقل والخبر الصادق هذه الحكاية الثلاثة وهو هنا قال المناهج الثلاثة هي بس هو الخبر السادة الغريب في الكلام اللي جاي وقال إن الطرق نفسها يا إما سبب وتقسيم يا إما قياس على الطريقة المنطقية والإيه استخلاص من المقدمتين يا إما من قبيل الإثبات غير المباشر سميه ده واضح الكلام؟ طيب أي واحد يقول طب وأنا إيش عرفني إن المقدمة الأولانية والثانية والثانية صح انتقلنا نقله مش في الاساليب والطرق اللي احنا في مضمون الكلام حيث نتاكد من صحته ولذلك سمى الحاجات دي ايه اللي هي سته هي سماها اصول الاستدلال يعني الادله اللي انت هتركبها دي اللي بين لي صواب الاولانيه وصواب الثانيه عشان اخذ بالنتيجه ايه وضح الفكرة؟ ده غير الطريقة. إيه اللي يبين لي أنت بتقول العالم حادث؟ طب أنا مش فاهم، مش مسلم. وريني بقى إن العالم حادث. أو هتقول لي الإنسان يا إما مثلا ذكر يا إما أنثى. وكده. من أين جاء الأساس؟ بالذات بنسميه أصول، أصول الاستدلال أو طرق العلم بالحقيقة مش أساليب الوصول اللي فاتت اللي هم ثلاثة هنا بقى ستة أشياء فممكن تكتب على السطر الأول من صفحة 13 تقول ما فيش في الصفحة الأولى حاجة أكثر من أنها أصول الاستدلال أو طرق العلم بس هتيجي كلمات أقولها لك يا مضادة الدول يقول لك مدارك الأدلة في أصول الاستدلال اللي لن يدرك منها صحة القضية دي قبل ما تحطها لي في الدليل وتستنبط منها ماشي؟ ماشي مدارك الأدلة بالطبع قوسين نمر عنوان أصول الاستدلال أو طرق العلم وبين قوسين مدارك الأدلة أنا بشرحها لنفسي اللي منكم فاهم خلاص اي ما يصلح اصلا ودليلا او جزء دليل المقدمتين يمكن يكون انا عايزه مش فاهم مش مسلم بيه واحده من اذا هو كان دليل او جزء دليل الاساس اللي اعرف منه صحه هذا الكلام قبل ما اركبه بقى في الغلف ولا في القياس ولا في التقسيم يفرق ولا مش باين الفرق فانا اسف ان انا خلاص اللي بقوله لكم ثلاثه ما فيش غيرهم
تقسيم وقياس وقول. تمام. طيب أهم الستة الآن، أول حاجة الحسيات، الحس. وأما أنا مش مقتنع إن ده عمود يجي يحسس أو يخبط اليوم فيه، هو يقتنع بأن ده عمود. ولذلك قالوا وليس صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أنا شايف الشمس طلعوا كل يوم. يبقى المحسوسات في نظر الشريعة الإسلامية معترف بها. ده ربنا ربط الأحكام الشرعية بحاجات محسوسة. الزوال ده إيه؟ يعني الشمس توصل لكبد السماء زي ما بتقولوا وتميل تبتدي تميل إلى الحركة إلى الغرب. إن هذا الزمن أما دي حاجة. ولذلك الأرياف من في بعض البلاد والمدن لغاية دلوقتي تلاقي في المسجد مزوالة ساعة قديمة يمكن ساعة ثلاثة كم فاتحة وإحنا عندنا في البلاد كم ثمنة لغاية دلوقتي يعرفوا في بعض لكن في مزوالة تعرف منها أوقات الليل والنهار أوقات الليل ونحددها بدرجات عارف الحمد لله وديه في تونس بالليل يعني كويس في مدرسه اسمها اللي هي الزيتونه في القيروان الزيتونه 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 جمع الزيتونه الزيتون بس والأزهر الثلاثة في مدار أساس العلم الحسيات بس الصفحة فيها كلمات نصلحها في الشرح فتعال للصف الثالث من هذه الصفحة هتلاقي الكلمات الثلاثة الأخيرة التي نصلحها إن كنت تثق في قراءتي ولكن من أين يجب على الخصم هي دي مدارك الأدلة أو الأصول اللي نعرف منها صحة القضايا قبل ما نركبها في خلفة أو قياسة أو تقسيم. هذا؟ لا يسمي هذا واضح. هتلاقي من أين يجب على الخصم الإقرار بهما هما مقدمتين ومن أين نتقصى مش نقتضي صلح اشكبها واكتبها نتقصى تعرف الاستقصاء او معرفه الاشياء تفصيلا نتقصى هذه الاحوال لا مش الاحوال الاصول شوف اللخبطه المطبعيه ومن اين نتقصى هذه الاصول والدليل جاي هتلاقي الكلام اول سطر في الصفحه اللي بعدها يقول لك ايه بان لكل حادث سببا فان نعني بالحادث ما كان معدوما ثم صار موجودا فنقول وجوده قبل ان وجد كان محالا الى وهدى لوقت الله خدت صفحتين مع بعض لا السطر الاول من صفحه 14 الاولى الرابع ان يكون الاصل نتكلم في الاصول مش الاحوال كيف نتقصى هذه الاصول فهمتوني بقى ايه مدارك العقول دي نعرف منها صحه القضايا اللي انت جايبها عايز تركبها في دليل اي نوع من الدليل اي منهج من الثلاثه معايا سيف اول حاجه المحسوس ده محترم في الشريعه مش يجي واحد يقول لي مش هوصل معاه ده حاجه اذا كان بيمكن المحسوس ده الاساس اللي بتمنع عليه المعرفه ماشي نمره اثنين العقل المحض اللي ربنا ميز به العقلاء من البشر النطق ده اللي هو ان الانسان يبلغ رشيدا يقدر يفهم فما يهديه اليه العقل محترم في الشرع
بس مش كل بمراعاة شروط معينة، إنما من حيث المبدأ العقل محترم والعقل مرات التكليف. أيوة. إذا ما كانش في عقل ما فيش تكليف خالص، والعياذ بالله الجنون أو ضعف العقل، ضعف الشديد للعقل، واحد لا يستطيع فهم الخطاب المكلف. يبقى إذا العقل محترم في الدين الإسلامي، مش زي ما بقول من دبتي، هو يا إما عارف الحقيقة يعني مفتري، يا إما جاهل، هو أصلا أستاذ من قرن الأديان يجب يعرف، وهو عارف بس عايز يحصن الناس اللي وراه، خايف عليهم من الإسلام ده هيبتلع. معايا العقل. ولكن لو سمحتم في الفقرة دي السطر الأول في غلط، فإن إذا قلنا العالم إما قديم مقدم وإما حادث مؤخر، مش اللي هنا عكسه، هيبقى قديم مؤخر كده، ولا يبقى حادث ومقدم يعني يسبق القديم، مش معقول. فصلح لي لو سمحت. كانوا فين هم بيكتبوا الحديث؟ فهنا بقى الكلمة اللي بعديها على طول، وليس وراء القسمين قسم ثالث. ليه؟ تتفق فالقسمة حاصرة في غيرهم، غير منتشرة، عشان تعرف السنوعين. في القسمة حاصرة، القسمة منتشرة غير مقنعة. يطلع لنا واحد في المستقبل يقول لا انت سبت نوعية ما كنتش عارفها. ماشي؟ وبعدين السطر الثالث من الفقرة دي تلاقي فهو حادث، الحوادث فهو حادث، والعالم لا يسبق الحوادث فهو حادث. والله انا حكيت لكم ان الشيخ محمد الاودن كنت بتسمعوا اسمه لأول مرة، ده من كبار العلماء في الجيل السابق، شيوخنا من أكبر علماء الأزهر، وكان رجل جريء وبيبدي رأيه في الملك وبتاع ومش عارفين، وكان يؤوي هؤلاء الذين ضباط القمر، وبعد جت حاكم وراح صغير أصابه مرض، بعيد عنكم الكانسر بقى وال عزكم الله. فأنا رحت زرته في المستشفى في كليفتون ما أعرف في لندن، وهو جسمه صغر جدا من المرض قد كده، ومعهوش إلا ابنه الكبير، وكنت أنا واحد لسه عايش اسمه الدكتور محمد عبد الحليم، ولكن صوت الشيخ بيهز المستشفى، وشوف اللي بيشغل دماغه وهو على باب الموت. يعني بعدها ثلاث ايام تقريبا اعلن وفاته. كيف يقولون العالم القديم وهو صندوق الحوادث، كل ما فيه حادث، فهل يعقل ان صندوق الحوادث قديم وهو بيموت؟ مع انه هو مش استاذ عقيده، هو كان استاذ حديث، شفته هو بيقرا البخاري وشايل النسخه هي الاوسط، ويجي في الفصل يتقطع عليها. رحمه الله. رحمه الله ويرحم جميع علماءنا. فهو بيقول لك انه آخر حاجة هو العالم لا يسبق الحوادث، كل ما لا يسبق الحوادث يبقى حادث مسهل، لأنه مربوط بها سفينة غرقت، يبقى يعني مش كل اللي فيها بيقدروا، فكله مرتبط ببعض. الوصف الذي لحق بالمحتويات ده العقل الحاوية. فهنا بيقول ما لا يسبق الحوادث هو حادث مسهل، يعني لا يمكن ياخذوا منه، ما بيجيش قبلها
فهو حادث. فأحد الأصلين، مش واو، فأحد صلحها، فأحد الأصلين في الدليل ده إيه؟ إنما لا يسبق الحوادث حادث، لأنه العلم زيها. أنتم معايا حضراتكم في الحدوث؟ أيوه. لأن بعدها، لأن وجوده مشروط بها، فإما يقاربها وإما يجي بعدين، يبقى لا يسبق الحوادث أبدا. وضعنا حادث اتفقنا ما يسبق عدمه وجوده، دي حالي هو ما كانش، ودلوقتي هل أتى على الإنسان؟ هل يعني لقد أتى حين من الدهر؟ لم يكن شيء من الإنسان، وبعدين ما شيء مسبق عدم، مش كده ولا إيه؟ فهنا فأحد الأصلين قولنا إنما لا يسبق الحوادث فهو حادث، وتعمل خط برضه يربط الفقرة الثانية بالأولانية. الفقرة هنا غلط في اتباع، لأنه اتكلم عن واحدة ولسه هيكمل، ويجب على الخصم الإقرار به، لأن ما لا يسبق الحوادث كذا كذا. السطر الثالث من الفقرة اللي احنا فيها ما هو مع الحادث أو بعده، اكتب من السطرين حادث، يعني إذا هو سلم بالأمرين دول وجه في النتيجة بقى وجحد لا يسلم، وإن أنكر أن ما هو مع الحادث أو بعده حادث وادعى أنه ليس بحادث، لازم تزود الكلمات الثلاثة دي. يبقى أنكر إيه؟ أنه حادث، وادعى أنه ليس بحادث فهو أيضا منكر للبديهة. معنا؟ ومفيش بعد كده إلا أنك يعني السطر قبل الأخير صلى الله عليه وسلم تسليما لن يمكنه ذلك، لأن التواتر يحصل العلم به، العلم بالنبوة، كما حصل لنا العلم بوجوده، واحنا شفناه موعد من الوجود المصطفى صلى الله عليه وسلم، خبر منقول بالتواتر القطعي، فكذلك مثل وجوده نبوته، ومثل نبوته إعجاز القرآن الذي جاء به. هركع بقى من أول الصلاة، وصلي بعدين Thank you.
أو منارد الحصول المقبولة الذي يجب قبولها على من يناقشك. أول شيء المحسوسات، المشاهد بالحس، عارفين حواس الخمسة، يعني باللمس، إذا بدأنا بالترتيب السمع والبصر والشم والذوق واللمس، اللي حاسه موجوده في الجسم كله. ماشي؟ تمام. الثاني العقل المحض كما اتفقنا، يعني لا محترم في الشريعه ومرات التكليف. والثالث الخبر المتواتر، متواتر يعني ايه؟ يعني لا يمكن جحده، لان هذه المهم لا خمسه ولا عشره ولا اربعين، انما لما ناس يروون خبر مختلفون من حيث البلاد ومن حيث الاعمار ومن حيث العلم والجاه ومن حيث المذهب اللي بيعترفوا، وكلهم اجمعوا على شيء، ثم انت تجحد. انا ما شفتش مثلا بكين يبقى دي مش موجوده، لان كل الناس بتقول موجود. واشنطن ما رحت انا شخصيا شفت بكين، ان الناس ما لم يرها فهل له ان يجحدها؟ لا. وكل عباد الله التانيين او اكثرهم يسلمون واشنطن اللي بتحكم العالم، انت ما شفتهاش ولا نزلت فيها، انما الناس جميعا بيقولوا كده. هو ده كان واحد من شيخنا يقول، الواحد منا لا يعرف ان هو ابن فلان الا بناء على هذا النقل. اهل البلد بيقولوا قال الجدع ده ابن فلان الفلاني. مش الكلام ده. الواحد منا لا يرى مولده، وانما ياتي ثم يتعرف. فاذا الخبر المتواتر مش عادي، لان الخبر المتواتر يعني يروي مجموعه من الناس يمكن الشك فيه. لا يمكن. ففي الحاله دي بيبقى يسموه خبر احاد. مش خبر احد يعني غلط او يرويه واحد بس، لا، يعني لا ترويه مجموعه يستحيل على العقل الشك في خبرها او اتهامها بافتراء الخبر او اصطناعه، يبقى يجب قبول. ده متواتر زي الامثله اللي ضربناها. انا ما شفتش نابليون، لكن الناس كلها فيها حق وجدع عشان كانوا يقولوا نابليون وبيناصر كده يعني. فنفس الطريق اثبت وجود محمد صلى الله عليه وسلم، واثبت نبوته، واثبت النزول على شيء عليه اسمه القران. ولغايه دلوقتي الناس بيعترفوا باعجازه. سواء باللفظ او بالمعنى. الا مش مسلم نجيب له دليل على اعجاز القران. هذه الامثله. فالثاني هو التواتر، والثاني تظن أول حاجة المحسوس، الثاني العقل، الثالث لذلك صح تكتب على الهامش عند الأول الحسيات، واحد المحسوس أو المحسوسات، اثنين العقل أو العقليات، عشان كتبت كده هنا، وثلاثة الخبر المتواتر، المتواتر يعني نوع من الأخبار أو الأحاديث إنها أعمال البنيات، صحيح في الأول كان أحاديث وبعد كده تواتر. لما مثلا ما جاء الحديث فهو رد، قالوا انه متواتر، يعني في مجموعه من الاحاديث ليست قليله، وانما يعرفها اهل الحديث في كتاب فيما تواتر من الحديث. فهذا هو الذي يجب قبوله. الثاني يعتمد عليه في الاحكام الفقهيه بشرط ان يكون صحيحا أو حسنان، يسأل الوالد تعالى الحديث بشروط معينة، لكن المتواتر يمكن الاعتماد عليه في باب كل القرآن متواتر، لأنه من عند مراكش لغاية إندونيسيا يقرأه الكبير والصغير والطفل والرجل والعالم والجاهل بطريقة واحدة.
يكون متواتر ولا لا؟ متواتر. إنما الأحاديث فيها بعضها متواتر وبعضها مش كلمة أحد يعني رواه واحد، رواه مجموعة أقل من حد التواتر. اسأل الشيخ ودل منه حسن ومنه صحيح ومنه ضعيف مقطوع. مش حديث خالص، هو في الحقيقة مش حديث، لكن بنذكره لتكميل التقسيم. السر والتقسيم واضح يا مشايخ. نعم. التالتة أو الرابعة مش عارف، بس خلصنا متواتر وصححنا الصفحة دي. تعال بقى للإخوانية دي والرابع. أيوه هي اللي أيوه له له محسوس وله من العقليات الضرورية وله من الأخبار المتواترة. النبي بإيه؟ مسألة نظرية ممكن تصح أو لا تصح، بس سبق إقامة الدليل على صحته. يبقى نظرية ثبتت بقياس آخر سابق. أقدر أبني عليها؟ أقدر أبني عليها. يعني مولى العالم الحادثون وكل حادث لابد له. طيب أنا مش مسلم مبنى العالم حادث، أقيم دليل عليه. متى قام عليه دليل صحيح يبقى اتخذه اصلا وابني عليه. وعشان كده من الاصول او مدارك الادله ايه اللي ينفع يكون جزء قياس. وفي السكه بيشرح لك ان لما تجيب داو الاثنين مع بعض مرتبطين، مرتبطين يعني حاجه في المنطق اسمها الاندراج، يعني الاثنين منسجمين ولا الاثنين متحدين مع بعض. بحيث يؤدوا إلى نتيجة. ويبقى دي الفكرة دي اللي أنا عايز أثبتها. إذا كان في واحد بيكبرني أو بيحاججني اسمها دعوة، وإذا كنت أنا اللي مطلوبها يبقى اسمها إيه؟ مطلب أو طلب أو حاجة. وإذا كانت ثبتت فعلا يسميها نتيجة أو فائدة. واضح يا مشايخ؟ ليه الكلام في السكة أنت تعرف يعني. إنما اللي يبقى نتيجة ويبقى فائدة الذي أقيمت عليه دليل سابق يصدق أصلا، وإن لم يكن محسوسا ولا هو سابق في العقل وحده، يعني كل المقالة يسلم به، ولا هو من قبيل التواتر والأخبار المتواترة، وإنما شيء سبق إثباته. واضحة دي؟ الخمسة السمعيات، الأمور السمعية من الذي تؤخذ من فم الصادق. العقل. فلا هي عقليات بالضرورة، لأن العقل ما يوصلش إليها. لما يتكلم عن صراط وميزان وجنة ونار، ده في واحد راح وشاف الجنة يبقى محسوسة، ولا هي من ناحية العقل ضرورية، إنما مقبولة راجحة. يعني اللي هم مش مؤمنين ولا أنبياء قالوا زي أفلاطون أن لو لم يكن هناك بعث لما كان أسعد طالع الأشرار. يبقى الأشرار كسبوها في الدنيا والآخرة، وإحنا خسرناها في الدنيا وفي الآخرة. التوسل هو النتيجة كده ولا إيه؟ فإذا هي مسألة مرجحة في نظر العقل لكن مش ضرورية. فاللي كده إذا جاء بقى من فم الصادق الذي قام دليل على صدقه يبقى ليس مسميات. باب كامل في العقائد عن الموت وما بعده، كل ده العقل يقول لك. العقل يثبت الإمكان، الإمكان بس جايز أحسن. وأما الشرع أو الوحي أو السمع يثبت الحصول الوقوع الفعلي. يبقى الدليل العقلي في باب السمعيات لبيان الإمكان فقط. إنما إذا كان هيحصل ولا مش هيحصل حد عارف، ده شيء يتعلق بالمستقبل. إنما يجي على لسان الصادق المبلغ عن الله يبقى هو ده اسمه ايه؟ السمعيات.
فاضل حاجة واحدة اللي هي مسلمات الخاصية. أنا هركب دليل مبني على ما يعتنقه المجادل، خصم هنا يعني الذي الطرف الآخر في الجدل. واحد مسيحي مثلا يسلم بوجود الله، يبقى ما يناقشنيش فيه، نرتب عليها. أو هو بياخذ من خلق عيسى بلا أب إنه هو شبه إله أو نصف إله أو في بعض أوصاف الإله، في الروح الوجود داء أبونا الذي في السماء الإله، ولكن العلم أو الكلمة تجسدت في المسيح، والروح تجسدت في الروح القدس جبريل أو مين من الملائكة. هذا الثالوث. طيب لمجرد أن هو جاء بلا أب، فالمسلمين بيقولوا والله جاء بلا أب ومن أم، إذا كان كل اللي يجي من غير أب تؤلهونه فلما لم تؤله آدم؟ أنتم مسلمين وأنه عبد بس نبي من الأنبياء. يبقى مسلمات الخصم أقدر أخذها وأبني عليها دليل. بس الإمام الغزالي بإنصافه بيقول اللي عايز يطلب الحقيقة في ذاتها ما يعتمدش على دليل الخصم، وإنت الخصم يعتقد في حاجة غلط. ماشي احتمال، إنما اللي عايز يلزم الخصم على الأقل يسلك السكة دي، لأنه لا يسع في الجهود عندئذ. بدل ما يسلم بوجود آدم بلا أب ولا أم، ثم بيأله فيه هو أولى بالتأليه من العيش. ماشي الكلام؟ مثلا يعني هذه مثال يجي على بالك، هي دي الست. وإذا كان في كلام في الصفحة دي صلح. أول حاجة الرابع أن يكون الأصل مثبتا، شكلها مثبتا يسمى إثباته بقياس آخر. بس القياس الآخر ده لازم يرسي في النهاية على واحد من اللي فاتوا دول من الحسيات أو العقليات أو المتواترات. واحنا قلنا إن دي إيه؟ المرجع النهائي في المعرفة. ثلاثة الأولين. إذا كنتوا فاكرين الكلمة اللي أنا أبدأ أسباب العلم للخلق ثلاثة، الحواس السليمة، العقل، الخبر المتخطر. ما هي دي الأصول الحقيقية؟ بس هو حط جنبهم كمان ثلاثة، الثلاثة التانيين هما إيه؟ إن حاجة لا هي محسوسة صحيح، ولا هي عقلية بمعنى ضروري، ولا هي متواترة خبر متواتر، ولكن سبق إثباتها بدليل، يبقى أجحدها أنكرها، تصلح أصلا، صح؟ زي بدل من المسألة على المحادث، وقد أثبتنا حدوثه بالدليل، لأنه ما دام حدث لا يمكن أن يسبق الحوادث، لا من يقارنها أو يجي بعدين. فما هو حادث زي بس، والعالم مليان بالأعراض والحد، يمكن إن ابنه جاب يتولد من يومين ولا من سنة ولا اثنين، حادث أو قديم، وهو حادث قدام عينينا، يبقى بعض أجزاء العالم حادث، ثم ما أظن أن باقي الأجزاء كلها نازل قبيل. صحيح. ما دام يحتوي حوادث يبقى هو حادث، لأنه مش ممكن توجد قبلها. إما معها أو هذا الكلام، فما ثبت بالدليل يفتح. وكذلك السمعيات في بابها، دي هون الحاجات الإيه؟ المغيبات، ما يجيش واحد بالعقل ويتكلم فيها إلا لبيان الإمكان، يبقى الدليل العقلي للإمكان العقلي، والدليل الشرعي للحصول الفعلي. واضحة الكلمة دي؟ هو ده في باب السمعيات يعني الغيبيات، لأن مش معقول إن أنا أجي في
في الصراط والميزان والكلم العام، هو المعتزلة هذا الصراط يعني أرق من كذا وأحد من كذا زي الكلام ده. طبعا ما أنكرش أصل الصراط يعني في القرآن، لكن قالك صفات الصراط اللي تقول عليها مش مقبولة عندي، هيمشوا عليه ازاي؟ ما هو ربنا عمله كده لاختبار، ما هو في واحد يمر كالبرق الخاطف وفي الشعلة وبعدين يقع. ما تنازل كده كده هو على الصراط. اه. وبعدين مش بداية مكتوب على راسه. مش بداية مكتوب في السجدة. انتوا معايا؟ في هنا بقى الصف الرابع من الخامس. فإذا أنكر الخصم ذلك اللي هو باب السمعيات منعه الشرع، هو مش عايز يسلم بأن إنكار المشيئة الإلهية وأن كل الأشياء حادثة في إرادة الله معصية، هذا الجحود معصية، يقولوا لا الشرع يثبت هذا، وده مش من باب العقليات المحضة، ده مما نقبل فيه الدليل السمعي أو هو اللي يحسن المسألة. وبعدين السطر اللي أوله أنكر الخصم ذلك منعه الشرع، مهما كلمة مهما تجد مرتين في الباب ده ومعناها متى حدث ذلك، مش إحنا بنفهمها دلوقتي، اكتفوها متى. وهناك في الصفحة اللي فاتت تهي في برضو كلمة مهما من الشايف دلوقتي معناها أي مكان وردت متى حدث هذا حدث هذا، مش مهما فعلت أنا مش لا دي جديدة، متى حدث جديدة في اللغة. لو سمحتم العناوين اللي في الصفحة دي قلنا إنه هو السطر الأولاني هيكتب قصاده أربعة ما سبق إثباته، ولو عملت الشكل ده لنفسك أنتوا تقروا خط واحد خط جميل ما سبق إثباته، يعني بقياس آخر مش سمعي ولا هو متواتر ولا هو، إنما سبق إثباته. والخامس اكتب قصاد الفقرة الثانية السماع من المعصوم، مش من الفهم الصادق، يعني بالنسبة للصحابة انهم بيسمعوا بنفسهم، وبالنسبة لنا الخبر الخبر متواتر الخبر بتتلقى بايه؟ او الحديث بأذنك. نعم. الأخير مسلمات الخصم، عرفنا مسلمات يعني حاجات هو مسلم بيها ويجي بقى عند المناقشه وينكر ويجيبها. اقدر اجيب حاجه من مسلماته وابتدي بيها وابني عليها، ولذلك سموه الالزام القوسين، يعني نلتزمه بما يعتنقه ويعتقده صحيحا، بس ده حجة جدلية يعني للقضاء على مخالفة الخصم، مش حجة برهانية يعني هي للوصول إلى الحقيقة. ما يمكن هو مسلم بالباطل، بس أنا بس بلجمهم على الأقل عشان يشكو، مش عشان أتبين الحقيقة، ولذلك سموه الإلزام. وهنا عايز أقول لكم حتة صغيرة في الكتب بتاعت علم الكلام هنا وفي الكتب كلها، في حاجة اسمها الإلزام وفي حاجة اسمها الالتزام. يعني إيه؟ الإلزام إنك أنت تقول له كلامك كده وكده وكده يقتضي كذا، يعني حاجة يمكن ما صرحش بيها لكن هي من مقتضى كلامه، واضح؟ فده اسمه الإلزام، أنا ألزمه بنتائج موقفه أو عقيدته التي اختارها أو أفكاره التي سلم بها وقبلها، كويس؟ فده إلزام.
لكن الالتزام ان هو يراه يقبل النتيجه اللي انا رتبتها او احتمال من الاحتمالات ويجي لحاجه ثانيه يقول لا دابا انا ما قلتش به وان كان يفهم من كلامي لكن انا لا اقصد. واضح يا ابو شيخ؟ ده اسمه ايه؟ التزام. التزام او عدم. يعني من انواع الالتزامات ما يلتزم به القصد الطرف الاخر يعني في الجدل او في المناقشه ويقبله فهذا التزام منه. وفيما يرفضه وان كان يفهم من ظاهر كلامه لكن هو يقدر يفسر كلامه ما دام يمشي مع قوانين اللغه. ادي الفرق بين الالتزام ودي حاجه كثيره خصوصا في الخصومات. يحاول يلزم خصمه وياخذ من كلامه ما يكفره او يودعه. والله نرجع لقائل الكلام. فما يلتزم يلزم فيه. وما لا يلتزم ان كان له وجه في التعبير اللغوي نرجع له. مش نكفر ولا نبدع ولا نتكلم اياه. الكفر هو جحد الصادق. إذا واحد بلغ الكلام الصادق يعني كلام النبي من طريق صحيح وجحده فهو لازم طريق متواتر يخشى عليه الكفر وده كافر والعياذ بالله. إذا ما كانش فيه وجه من الاحتمالات وإذا كان له وجه من 100 وجه فاختاره عشان تحمي عقيدته. لكن ما لوش وجه خالص في اللغة يبقى واحد يقول ما ليش ملائكة قط. أمين في صحيح القرآن؟ آمن الرسول وعشرات ومئات الآيات التي تظهر فينا يهدى الآن الماضي في بعض القضايا والله إذا دورت وسألته عشان يقول لي أي حاجة أعتقد عليها في البعد عنه واضطريت إن أنا أفصل بينه وبين زوجته وما لوش إلا كده. السمعيات ما بتنفعش بقى مع الكافر. أنا ما أذكرش أسمع إلا ما حصل في مصر في العشر سنين الأخيرة. سيدنا الإلزام مبني على الإلزام. الإلزام مولانا مبني على الإلزام. الإلزام استخلاص شيء من كلام القصد ألزمه به. أما الالتزام ما هو التزم أو لم يلتزم. فإن التزم فهو قطع. وإذا لم يلتزم والله إذا كان مؤدى الكلام ظاهر ويكاد يكون بين يبقى يلزم. إنما إذا كان له وجه أن يخرج منه فله ذلك. وجه مقبول. اللي يقبله الالتزام والتالي الزام. انه ما لا بد منه يلزمه من الالتزامات ولو لم يلتزمه ومنه ما لا يلزم منه لانه يعني يجوز في اللغه ذا ويجوز ذا. ماشي. حكايه الالتزامات لانها قتله فيها الحكم على الفصول بما لم يصرحوا به لكن هو من مقتضى كلامه. هذه المسألة في باب واسع الإمام الغزالي بيتكلم فيه هذا سيدي هو موضوع لازم المذهب يسري مذهب؟ لازم المذهب يسري مذهب؟ نفس المذهب اه ده بقى بين الفقهاء يعني انه ودي يعني في الخلاف في الإجماع وكده يعني طب لازم البين يعني لازم البين المذهب ليس المذهب ما لم يصرحوا إصدار هذا الحكم مالناش بقى لأن احنا معناها بنجتهد فيما لا حق لنا فيه إنما هم لكن ده في الفقه العملي إنما هنا إذا هو التزم صريحا فبها إذا لم يكن وجه للكلام ولا مؤدى له وهو عاقل لابد أن يقصد معنى محددا من الكلام يبقى ناخذ ببعض
إذا كان في احتمالات يبقى إلزام وليس التزام. الإمام الغزالي نبه على النقطة اللي أنا قلت عليها. أعطيك تنبيه. حتى للخطبة الأول بيقول إن الحكاية دي لا تنفع البحث عن الحق هي المسلمات دي وما قبله خاصة، إنما هي مجرد إنهاء النقاش. إذا القطب الأول خلصنا من المقدمات، مش الثالث بس الثالث والرابع الحمد لله. في النظر في ذات الله تعالى ودي فيها عشر دعاوى، من تعريف الدعوة هي القضية التي لم تثبت بعد، واحنا بندعي صحتها. يبقى دعوة زي كده اللي بيرفع قضية، والله اسمه ايه؟ بيرفع دعوة، إنما بعد ثبوتها لحكم حاسب. دي النتيجة بقى، إذا كان الدليل صحيح وحاسب. عشان كده قال إن ال مش بنحيطة كده في السكة، قال حكاية إن قضية ولا دعوة ولا مطلب ولا نتيجة، وهي حاجة واحدة، هي القضية بس في مراتب التفكير والاستدلال. ماشي؟ فأنا عندي هنا عشر دعاوى، يعني عشر قضايا أدعي صحتها في باب وجود الله تعالى، مش في باب الصفات. هي دي صفات برضه بس اسمها صفات ذاتية، يعني لا تؤدي أكثر أو تفيد أكثر من تحقق الذات الإلهية. وأنا هنا عايز أشير فقط إلى إنه في تقسيمات، أنا أقول قبل كده التقسيم ما يهمش، ممكن أقسم البشر إلى ذكر وأنثى، ممكن أقسمه إلى مجموعة من الأجناس البشرية. ما دام استقصيت تقصي ماشي، مش العبرة بالتقسيم صح ولا غلط، العبرة بأساس التقسيم أو نتائجه. معايا؟ فهنا في من العلماء من قال، ومش بس ابن تيمية، حتى من علماء أهل السنة قال بعض الأحيان إن في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية. ببساطة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، انتهى البساطة التي نلجأ إليها لنفهم. توحيد الربوبية عطاء من جانب الله، كل مراد هذا القبيل توحيد الألوهية عبادة من جانب الخالق، يعني من الجانب الثاني. مش كده ولا ايه؟ بس المشكلة بقى في النتائج مش في التقسيم. ماشي، نحن نسلم الربوبية والألوهية، ولذلك أنا أجد الإمام الغزالي هنا بيثبت الوجود الإلهي وهي الربوبية، وبعدين بيثبت الألوهية اللي هي التنزيه والصفات الإيجابية وكل ما يجب لله سبحانه وتعالى. خلاص الوقت؟ أنا بشتغل لغاية ما تقول له اسكت. معايا؟ كان عيب فيه، إنما العيب بالذات إنه هو أضاف، لأن الأنبياء ما جاءت إلا للنوع الثاني فقط. ليه؟ لأن الأولان فطرة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله. صح، بس ده بالنسبة لإيه؟ للذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليسألهم عفوا. واضح يا شيخ؟ لكن في من الناس وان كان اكثرهم اه، لان دي شبه يسموها غريزه،
غريزة الإيمان، يعني إحساس الإنسان الحاجة إلى الاستناد إلى قوة عليا. لكن في ناس بتجحم حتى الوجود نفسه، يعني الماديين والشيوعيين وأمثال هؤلاء في الماضي في العصر دمشق ما كانوا يثبتون إلها ولا كاملا ولا غير كامل ولا يعبد ولا ما يعبدش. وفي ناس كانوا يجيبوهم في أفغانستان ويقولوا مسؤول لا إله إلا الله والرصاص بوجه اليوم ما يضربش ويقتل أحسن. يبقى ده جاحد ولا ده جاحد من حاله. فالواحد انه ولو ان اصحاب الفطره السليمه يسلمون لوجود الذات ولكن بحاجه الى اثبات حقوقها من جانب العبد، فمعاه حق الله على العبيد اللي هو توحيد الالوهيه مش التقسيمه، انما النتائج. ما جاءت الأنبياء ولا قاتلوا أقوامهم إلا على النوع الثاني من الإيمان. لا لأنه ما عليك أن استخلصوا استخلص. أنا ما بحبش أجيب أسماء ولا شأن لي بذلك، لكن إن تعرفين ولا عارف فما فيش داعي. إنه هو لأنه الأنبياء استباحوا دماء خصومهم لجحود النوع الثاني فقط حتى لو سلموا. هذه الغلطه مش في التقسيم. وبناء عليه فهو استباح دماء خصومه لانهم يشركون في النوع الثاني من التوحيد اللي هو توحيد الالوهيه. انتم معايا حضراتكم؟ نعم نعم نعم. واستباح ربما لأول مرة بعد الخوارج الأوائل اللي هم كفروا عليا رضي الله عنه واستباحوا دمه وغيره من المسلمين، واستمرت الحكاية حتى في عهد الدولة العباسية. فيحكى على أحد العلماء أنه مر على طائفة من الخوارج كانوا يعني عاملين برضه بؤر كده في جسد الأمة الإسلامية، فقال لهم إن تقتلوهم إحنا نصارى. فلما قالوا إن إحنا مش مسلمين إحنا نصارى سووا، ولو قالوا نحن مسلمون لقتلنا. فالغباء وصل إلى أن دول ذمة الله وذمة رسوله، فلا ينبغي الاعتداء عليهم. إنما المسلمين اللي مش مسلمين معاهم بأن مرتكب الكبيرة كافر أو لم يكفروا الكافر يبقوا كفر زيهم، يبقى يستحقون القتل. فاستباحة دماء الخصوم من المسلمين لمجرد أنهم يعني يتوسلون شرك. إخواننا إذا كان يتوسل بالطلب من الله لكن يتوسل بعبد من العباد كالنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الأعمى في هذا حديث صحيح ثابت، حب إن أنا أدعي لك ولا تقبل المصيبة فيصيبك الله، قال له يا الله عايز عناية، قال له تقول اللهم إني أتوسل إليك إليك نبي الرحمة يا محمد إني أتوسل بك إلى ربي بقضاء الحاجة تقضى. رد الله عليه. لكن والله أنا شخصيا أتوسل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. إن ربنا يرفع عن أمين. وما دام الطلب من الله فهو خلاف فقهي. انت بتقول ما ينفعش ولا ما ينفعش. او بعض العلماء بيقولوا بلاش والتانيين بيقولوا ماشي. شيخ ابن تيميه وفي النهايه خلاف فقهي في الجائز وعدم، انما ما هوش خلاف العقيده ما دام الطلب هو من الله.
نعم لو طلب من المخلوق أو هنا يخش في ذلك. والله أعلم. فالحكاية دي أنا حبيتها محل باب الكلام اللي جاي، لأنها يعني مسألة مهمة، ودون تعرض لأحد ما كل خوارج يكفروا عليا وهو لا يكفر، بل يقول إخواننا بغوا علينا، وإذا جاؤوكم فلا تمنعوهم مساجد المسلمين، ولا تتبعوا طارهم، ولا تقتلوا نساءهم، وإلى آخره، يعني عنهم معاداة المسلمين، هم كفركم. فهذا الموقف من الصحابة هو الموقف السلفي الحقيقي، ممكن تكفر عمال على مفضلي وما يفضلش من المسلمين، وأنت مشلومة بس. بعض المعتزلة كان يعمل كده، وإنه من الفرقة الناجية أربعة بس هم الأبرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبهني الساعة 7 أول بس ما شفت الليل. لو حضرتك قاعدين معانا في الضفه برضه قاعدين معانا.